اهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدا نشرة من الشان المحلي، حيث دشنت شركه ايجل هيلز دير للاستثمار والتطوير العقاري اعمال الانشاءات والبناء في مراسي ريزيدنس، احد اهم المشاريع العقاريه الفرعيه في مشروع مراسي البحرين. كما اعلنت الشركه مشاهدينا عن منح عقد اعمال البناء في مراسي ريزيدنس الى شركه ناس للمقاولات التي تتخذ من البحرين مقرا لها. وقد انهت الشركه مؤخرا اعمال ارساء الدعائم في مراسي ريزيدنس، والذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من المشروع الرئيسي. وطبعا ستضم مراسي ريزيدنس برجين سكنيين يتألف كل منهما من 11 طابقا، تشتمل على 281 شقة سكنية فخمة، إضافة إلى العديد من المرافق المطلة على أحد أفضل الوجهات البحرية في المملكة. مشاهدينا، هذا ويعتبر مراسي البحرين مشروعا حضاريا مميزا، والذي تطورها شركة إيجل هيلز، وهي شركة استثمار وتطوير عقاري خاصة تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها. ويأتي نشاط الشركة في المشروع كجزء من اتفاقية مشروع مشترك مع ديار محرق العقارية، وسيكون مشروع المدينة الذكية الأول من نوعه في المملكة، حيث سيوفر منازل فخمة ومتاجر تسوق وترفيه واستجمام. وسيشمل المشروع الذي يمتد على مساحة 875 ألف متر مربع على 5600 وحدة سكنية. في أعقاب إعلانها مؤخرا عن إضافة العاصمة السريلانكية كولومبو إلى شبكة وجهاتها، أعلنت شركة طيران الخليج عن جدولة رحلاتها الأسبوعية الخمس من وإلى مطار باندرانياكا الدولي، والتي ستبدأ الناقلة الوطنية بتسييرها في يناير من العام المقبل. وستؤمن رحلات طيران الخليج الأسبوعية الخمس بين البحرين وكولومبو المرونة في الأوقات للمسافرين، مع رحلات صباحية ومسائية من كولومبو، إضافة إلى رحلات بتوقيت بعد الظهيرة والمساء من البحرين. وتوقع طيران الخليج أن تلاقي هذه الوجهة إقبالا إيجابيا، خاصة وأن الجدول صممت لتلبي حاجات المسافرين بغرض العمل والسياحة على حد سواء. مشاهدينا، بامتلاك شركة طيران الخليج لإحدى أكبر خطوط الطيران في الشرق الأوسط، تتخذ الناقلة الوطنية موقعا ممتازا لربط العاصمة السريلانكية بعدد من الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا، مع ربط سلس من خلال مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي. وتقدم الشركة رحلات مزدوجة إلى 10 دول الشرق أوسطية، إضافة إلى وجهات مختارة في شبه القارة الهندية وأوروبا. وطبعا يتألف أسطول الناقلة من 28 طائرة حديثة. والآن مشاهدينا، نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نعرض الآن وإياكم مشاهدينا أداء البورصات الخليجية في افتتاح تداولات هذا الأسبوع، حيث سجلت سوق دبي النشاط الأكبر بنسبة ارتفاع تجاوزت 1.6%، مدعومة بأداء أسهم شركات العقارات والإنشاءات الهندسية والسلع الاستهلاكية والاستثمار والخدمات المالية، فيما كانت بورصة أبوظبي الخاسرة الأكبر خليجيا بنسبة تراجع فاقت 1%، تلتها الكويت بانخفاض بسيط بمعدل ربع نقطة مئوية. أما أسواق السعودية وقطر ومسقط فسجلت ارتفاعات طفيفة تراوحت حول نصف نقطة مئوية. وبالنسبة لأداء بورصة البحرين مشاهدينا، فقد أقفل المؤشر العام عن مستوى 1175 نقطة بانخفاض نسبته 0.15% مثل ما هو موضح، مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي. طبعا المستثمرون في بورصة البحرين تداولوا بحسب الإحصائيات 1,830,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 387 ألف دينار، تم تنفيذها من خلال 53 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 242 ألف دينار، أي ما نسبته 62% من القيمة الإجمالية مشاهدينا للتداول.
وفي خبر آخر، أكد خبراء اقتصاد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو تعزيز وحدتها الاقتصادية لتشمل العملة النقدية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لتصبح السادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم. هذا ونقلت وكالة أنباء البحرين مشاهدينا عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم بأن دول الخليج مرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي، بل تمتلك مقومات أكثر بكثير من الأوروبيين، مما يجعلها قوة اقتصادية لها ثقلها الضخم على مستوى المنطقة والعالم، مدعومة بالإرادة السياسية والرغبة الشعبية بالاتحاد. طبعا خبراء النفط يرون أن دول الخليج تتخطط حاليا للابتعاد عن الوقود الأحفوري والبحث عن مصادر دخل جديدة لتتنقل خارج القطاع الهيدروكربوني لكي تكون أكثر استقلالية عن تذبذب أسعار النفط عالميا. والحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا يسر أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد اليوشع، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية. في نظرك أستاذ، ما هي المقومات التي تجعل دول الخليج مرشحة لتحقيق التكامل الاقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي؟ مساء الخير، شكرا لك أختي العزيزة. طبعا دول مجلس التعاون هناك الكثير من العوامل اللي تساهم في تكوين يعني وحدة اقتصادية متكاملة. الخليج طبعا بنيته الاقتصادية متشابهة كثير جدا، هذا من الجانب الاقتصادي، يعني عندك الجانب الاجتماعي والسياسي عاملين آخرين يساهمان في تسريع عملية التكامل الاقتصادي. هناك تشابه كبير في المؤسسات السياسية الخليجية، هناك انسجام كبير في تشكيلة المجتمع الخليجي، مشابه متشابهة كثير جدا، واللغة واحدة والدين واحد وهلم جرى. طبعا الخليج في ظل الظروف الحالية لا خيار أمامه إلا الاندفاع أكثر نحو التكامل بما يحيط به من مشاكل. ليس هذا ولا يقتصر هذا فقط على الاقتصاد، وانما يتجاوز كذلك الاقتصاد. الخليج والحمد لله الى حد كبير حقق انجازات كبيره على صعيد التكامل الاقتصادي الخليجي، وطبعا اصبح الان هو احد افضل التجارب على المستوى العالمي التي يشار اليها بالبنان تجارب التكامل الاقتصادي. الخليج من كان نسبة التداول التجاري بينه عدة بلايين إلى الآن يصل إلى أكثر من 100 بليون دولار أمريكي في السنة، طبعا بخلاف الاستثمارات وانتقال البشر بين الدول. المرحلة طبعا القادمة هي طبعا تدفع باتجاه تعميق أكثر الاتحاد أو عفوا التكامل الخليجي، ودفع باتجاه الوحدة النقدية. وهي هذه احنا في الاقتصاديين نعتبرها أعلى مراحل التطور الاقتصادي. ممكن أن يتم تحقيق ذلك، ولكن أنا أعتقد أن الخليج الآن يعني أنجز الكثير. والآن أصبح يراجع ما تحقق من إنجازات ويثبتها لاتخاذ الخطوة القادمة طبعا بكل تأكيد. نعم طبعا احنا كخليجيين نفخر بهذه الإنجازات، ولكن في ظل المتغيرات الاقتصادية، هل تعتقد بأن من الضروري توجه الدول الخليجية خلال المرحلة القادمة في التركيز على الصناعة والتقليل قدر الإمكان على النفط من أجل نقدر نقول توسعة القاعدة الإنتاجية؟ الخليج موضوع تنويع مصادر، كثير منا يسمي مصادر الدخل، ولا نقصد هو نحن بس فقط دخل الحكومة، وإنما نقصد الدولة بالكامل بما فيها القطاع الخاص. المشروع تنويع البنية الاقتصادية الخليجي بدأ من زمان،
والبحرين بدأت هاي المشوار من زمان. نعم. والسعودية طبعا نفس الشيء، والإمارات العربية المتحدة وحققت إنجازات كبيرة. يعني اليوم على سبيل المثال، اليوم دبي معلم تجاري وسياحي وسياحي عالمي. نعم. يعني ينافس أكثر، وهذا تجربة لا فقط يعني لا تقتصر الافتخار بها على الإماراتيين أو أهل دبي أو الدبويين، وإنما هاي تجربة خليجية رائدة. نعم. يعني نقدمها نحن أهل الخليج للعالم، والبحرين كذلك. البحرين عندها تجارب رائعة في مجال الصيرفة وبالتحديد الصيرفة الإسلامية. نحن أهل البحرين من كان اللاعب الأساسي في تكوين هذا القطاع الجديد على الصعيد العالمي. لذلك البحرين كانت وما زالت هي المركز الرئيسي للبنوك الإسلامية في العالم. نقدم إحنا هذه الدول الصغيرة الحديثة، نقدم تجارب رائعة للعالم. نعم. يعني الآن العالم يحتفي بنا، والعالم لما يتكلم عن الخليج يتكلم من منطلق يعني أن هذه الدول يجب الأخذ بها بعين الاعتبار عندما نتحدث عن الاقتصاد العالمي. لذلك دكتور أحمد تفضل. لو سمحتي، لذلك المملكة العربية السعودية الآن عضو في مجموعة 20 وأكبر 20 دولة في العالم. نعم، بكل تأكيد. طبعا نحن كخليجيين نتمنى تحقيق هذا التكامل الاقتصادي بكل تأكيد، ونعتذر لضيق الوقت. الدكتور أحمد اليوشع، عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ونبقى في الشأن الاقتصادي الخليجي، فقد شهدت الأعوام العشرة الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة، التي سمحت لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. طبعا مشاهدينا، خلال السنوات الماضية بلغت نسبة النمو والتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 375%. التقرير التالي مشاهدينا يسلط الضوء على أبرز مزايا قرار المواطنة الاقتصادية الخليجية. أشار تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر من العام 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. ولفت التقرير إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015، تليها سلطنة عمان بعدد بلغ أكثر من 35 ألف رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900 رخصة، وفي البحرين 280، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. وبين التقرير أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 14 فرعاً في العام 2005 إلى 27 فرعاً في عام 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، تليها بنوك مملكة البحرين.